السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا طيب السياح الأب ديال أنا السياح اللي اختفى مساء الأمس قريبة صلاة المغرب في ظروف غامضة. خرج يقضي بعض المصالح، خرج للحانوت يتسخر ويجي، يعني ما عندوش من با واحد 10 دقائق ربع ساعة وخصو يرجع. كنتفاجئوا به واحد ساعتين ما رجعش، وحنا نبداو رحلة ديال البحث. بدينا الرحله ديال البحث، يعني دوزنا واحد الليله بيضاء. الرحله ديال البحث ابتدات من المصالح ديال الامن ديال تيكيوين اللي كانوا يعني وقفوا معنا يعني بجديه وساندونا، كانوا يعني نعم السند من الليله ديال البارح. واستمرت يعني الابحاث ديالنا في المحطات الطرقيه بكل من اكادير وانزكان، ايضا بمستشفى المستشفى الاقليمي الحسن الثاني ومستشفى انزكان. يعني دوزنا واحد الليله بيضاء، ليله ماساويه، ما نعسناش نهائيا، لا انا لا الاخ ديالو لا الاخت الصغرى لا الوالده ديالو، ما نعسناش نهائيا. يعني الدري ما عمره خرج، يعني ما عمره غاب على المنزل؟ لا نهائيا، الا بغى يخرج كيخرج بالاذن وكيرجع بالاذن. تفاجئنا الخبر ديال الغياب ديالو، يعني كان بمثابه صاعقه، وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى يفرحنا في هذه العشيه ولا في القريب العاجل بشي خبر مفرح ويرجع لنا الابن ديالنا انس ان شاء الله. يعني واش خرج يعني خصمو شي حد، خسر شي واحد خاطرو؟ لا نهائيا، خرج عادي، خرج بغى يقضي يعني مصلحه ديال الدار عادي في الحانوت، هز مع الهاتف النقال ديالو. فكنتفاجئوا بان الهاتف النقال ديالو غير مشغل وخارج التغطيه من البارح، وحنا كنعاودوا نتصلوا كيف ما قلت لكم داز ساعتين، وحنا نبداو الرحله، واحد الرحله ماساويه ديال البحث، ونتمنوا انها يعني الخاتمه ديالها تكون خاتمه خير ان شاء الله. شنو كان لابس الدري؟ فاش كان لابس فوقيه بيضاء وفوق منها واحد الجاكيت قهويه وصنداله عاديه، يعني خارج غير الصخره قريبه وغادي يرجع، ما عولش انه غادي يمشي بعيد ولا شي حاجه، وحتى حنا ما عولناش كذلك. الاصدقاء ديالو ما شنو شافوا شي حد؟ اخر مره شافوا شي حد؟ لا، شافوه الجيران هنا فاش خرج في ديك اللحظه، شافوا الاخ ديالو الجيران غادي للحانوت عادي صافي، من اخر يعني اخر الوقت فاش غادي يتشاف هو هذاك. ربما في الكواليس يعني لانه كان كيفكر انه يسافر ولا كان غير في نقاشات عاديه مع الاخ ديالو، كان كيقول ليه نقدر نسافر للشمال، نقدر نسافر هنا، يعني غير ما عرفناش واش مزاح ولا جديه. كان كيقول ليه نقدر نسافر، نقدر هذه، ولكن ديك الطريقه باش خرج انه لابس فوقيه عاديه ديال الدار، اللون ديالها ابيض، وجاكيطه قهويه فوق منها لان كان البارح في العشي شويه ديال البرد، وصنداله عاديه، ويخرج للحانوت ويمشي بديك الطريقه، كانت جنقول شي حاجه اكثر من الصدمه بالنسبه لنا هنايا. يعني كان كيقرا هو، يعني كنت متابع مدرس يعني، والنقط ديالو مزيانه الحمد لله، كيدرس بالسنه الثانيه اعدادي، النقط ديالو مزيانين، ما كان حتى شي مشكل. انا بالنسبه لي هو ماشي الابن ديالي، هو الصديق ديالي، حتى العلاقه ديالي معاه يعني شي حاجه اكثر من الصداقه. الدليل على ذلك هو انه واحد نص ساعه قبل ما يخرج يتسخر ويختفي، كنت انا خارج وكان مكونكتي معايا عادي، كنتواصلوا انا وياه، يعني مجرد اني كنغيب على المنزل واحد شويه كيبقى عندي تواصل ديالي مع الوليدات ديالي، ولكن للاسف ما عرفناش. كما قلت لك انا ماشي الابناء ديالي، هما كنعتبرهم من الاصدقاء ديالي، يعني شي حاجه اكثر من الصداقه، يعني كنناقشوا جميع المواضيع، قرب لي بواحد الدرجه كبيره. الدري يعني ما بانش عليه شي تغير يعني في الاونه الاخيره، يعني تبدل في التصرف ديالو ولا شي حاجه، يعني مخبي شي حاجه؟ لا نهائيا، هو كيعيش فتره مراهقه صحيح، ولكن لا نهائيا. انا كيف ما قلت لك كنناقش معاه جميع المواضيع، ما عنديش الطابوهات وما عنديش الحواجز مع ولادي، كنناقش جميع المواضيع وكنوصلوا للنتائج في اي موضوع الحمد لله، وهذا هو اللي فاجئني انا. كون كانت شي حاجه اللي غتخليه يمشي ما كنتش غادي نصدم. شنو الرساله اللي توجه ليه الا كان كيشوف فيك في اللحظات الابن ديالك؟ واه الا كان كيشوف فيها غنقول ليها ولدي انس بان الناس كيموتوا موت وحده، انا مت شحال من مره، مت مرارا وتكرارا الصراحه، وكنتمنى يرجع ليا، ما بقيتش بغيت شي حاجه في هذه الدنيا، بغيت غير ولدي يرجع. هذا الشيء اللي كاين. ما شي حاجه اكثر من الصدمه الصراحه، الدموع يعني. شكرا الرقم ديالك، يعني اللي عنده شي معلومات، الرساله اللي توجه للمغاربه اللي كيشوفوا بحال هكا، قرب الميكروفون. المغاربه يعني من طنجه للكويره، عرفنا بانهم كيكونوا نعم السند ونعم الاخوه، يعني كيساندوا المغاربه. عشنا قضايا يعني داز علينا في البلاد، وكنا احنا جسد واحد كمغاربه، كنطلب من المغاربه من طنجه للكويره كل شيء يوقفوا معنا، وقفت راجل واحد رجع لنا الابن ديالنا انس، والخير ديالهم ما عمر ما غادي ننساه. الرقم ديالك يعني 06 61 72 08 66.